إذا لسه ما حدثت للآي أو إس 17، في شغلة واجهتني بالتحديث لازم خبرك عليها. أول شيء، النظام لحد الآن غير مستقر أبداً على معظم الأجهزة، وحتى على الآيفون 14 برو ماكس عم واجه مشاكل باللوك سكرين وحتى بالوجهة الموجودة عليها، وكمان ناهيك عن مشاكل الوجهة الموجودة بالشاشة الرئيسية وبخيار البحث. طبعاً هلا لأنه عم صور فيديو فأكيد لازم يكون كل شيء شغال، فبعد ما صور الفيديو بكون كل شيء مضروب طبعاً. بما إنه هي النسخة الأولى فطبيعي يكون كل شيء ماله مستقر. وتاني شيء وأهم شيء هو الحرارة. الأجهزة يا جماعة عم تسخن بهذا التحديث بشكل مانه طبيعي أبداً. جربت التحديث على كل الأجهزة تقريبا والأغلب حرارتهم عم ترتفع بشكل جنوني. يعني مثلا على الآيفون 14 برو ماكس أنا قاعد بتصفح انستغرام أو حتى بحكي مكالمة أو بصور أي شيء بالكاميرا أو حتى لمجرد أني عم اسمع أغاني على أبل ميوزك، الجهاز عم يسخن بشكل مو طبيعي. أتمنى أنه هاي المشكلة تنحل بأسرع وقت، لأنه مشكلة الحرارة كتير مشكلة مضايقتني بالآي أو إس 17 واحتمال كبير أني أرجع للآي أو إس 16. وثالث شيء وهو المحزن، طبعا البطارية كلياتنا عارفين. التحديث عم يصرف طاقة بطريقة جنونية حرفيا يا جماعة. جربت التحديث على الآيفون 12 برو ماكس وفوق وحتى على الآيفون 13 برو ماكس، نفس الشيء، البطارية ما عم تقعد أكثر من 7 ساعات نشاط. كان على iOS 16 الموضوع يطول أكثر من هيك، مع هذا التحديث البطارية عم تنصرف بشكل مو طبيعي. كان بيودي إلك إنه إذا أنت فوق الآيفون 13 برو ماكس أو 13 برو إنك تحدث هذا التحديث، لكن هذا التحديث حتى على 14 برو ماكس عم يعمل مشاكل يا جماعة. اللي لسه ما حدث لحد الآن بتمنى إنك ما تحدث لحتى ما تحصل معك هاي المشاكل، وتنتظر على الأقل شهر لبما تصلح هاي الأخطاء. إذا استفدت من هذا الفيديو بتمنى إنك تعطيني لايك وتعمل فولو لحسابي لأنه رح يفيدك كتير، وبشوفكم بالفيديوهات الجاية.